طبيبا بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق وخاتم المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويدل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. أحبائنا الكرام، طبتم وطاب مسعاكم وممشاكم. الناس اللي ما تعرفنيش من محاضرة أمس أعرفهم الأول بنفسي. شيف خالد سقاو، شيف تنفيذي بالفنادق السياحية، باحث ومحاضر برامج ريجيم مضايق، دبلومة إدارة أعمال. دبلومة إنشاء وتصميم المواقع لقيادة الكمبيوتر ICDL، رخص التدريب الهاسب سلامة الغذاء، رخص التدريب ISO 22000 سلامة وجودة الغذاء، مدرب تنمية بشرية معتمد من المجلس الخليجي للتنمية البشرية، مدرب تنمية بشرية معتمد من المركز الكندي للتنمية البشرية. أهلا بكم وشكرا لكم ولحضوركم وتواجدكم معنا ووقتكم. وإن شاء الله النهاردة بنكمل مشوارنا مع باحث تكلمنا عن الغذاء الصحي. وقلنا يعني إيه غذاء صحي، وقلنا مكونات الغذاء، وتكلمنا عن بعض أنواع الأغذية، وتكلمنا عن حفظ الغذاء. النهاردة إن شاء الله بنكمل حديثنا. قبل ما ندخل في الغذاء المتوازن، بنكمل حديثنا الأول عن بعض الأغذية الهامة جدا في حياتنا، ونشوف أهميتها. والفوائد بتاعتها. فإن شاء الله متواصلين معايا بابتساماتكم وبتفاعلكم. إيه، ما فيش ابتسامات في القاعة ولا إيه؟ الناس مركزة. ماشي، إن شاء الله عليكم. النهاردة هنبدأ أول حاجة نتكلم عنها عن أسباب صحية لتناول السلطات. طبعا يا أخوانا، السلطات وبالذات سلطات الخضار شيء مهم جدا 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 في حياة الإنسان، والمفروض إن في كل غذاء ما يخلاش من طبق السلطة الكبير. مهم جدا، مهم عشان الطاقة، مهم عشان الألياف، مهم عشان المعادن، مهم عشان الفيتامينات، مهم عشان الهضم، مهم عشان برامج الدايت والرجيم. اللي بيعمل برنامج دايت او برنامج رجيم محتاج جدا جدا، لازم ولابد له من السلطات، وبالذات سلطة الخضار، انها تكون ثابتة داخل وجباته، تكون ثابتة داخل وجباته. الطعام الصحي، الغذاء الصحي دائما لازم يحتوي على خضروات وعلى فواكه. واحنا بندور كل اللي بندور حواليه بنتكلم عن الغذاء الصحي وسلامة الغذاء. الغذاء الصحي مردود صحته على صحة الإنسان، وسلامة الغذاء مردود السلامة ديت على سلامة صحة الإنسان. ف
فالنهارده بنبدا اول حاجه بنتكلم بنقول اسباب صحيه لتناول السلطات. عندنا في اربع اسباب احنا بنذكرهم اليوم. اول حاجه بنتكلم عنها هي بنقول ان السلطه طريقك لتناول الالياف. السلطه طريقك لتناول الالياف. احنا مجملا الاول بنقول ان تناول سلطات الخضار الطازجة هو ما يصنع الفرق بين ان يكون تناول الطعام وسيلة للتسمين وتكتيس الجسم بعشرات الكيلوغرامات من الشحوم، وبين ان يكون عاملا مساعدا في انتظام عمل الجهاز الهضمي واعطاء الجسم الكثير من المعادن والفيتامينات والالياف والقليل والتقليل من السكريات والبروتينيات والنادر من الدهون. ولذا فإن تناول السلطة هو أحد أهم وأسهل العادات الصحية اليومية التي يمكن للشخص أن يتبناها في شأن التغذية. وصحن السلطة أو طبق السلطة هو يجب أن يحتوي على الخضروات. يعني احنا عندنا أساسي عندنا الخس والخيار والجزر والارتشوك، عندنا الخرشوف، عندنا الطماطم، عندنا الليمون، عندنا الافوكادو بالنكهات بتاعته، عندنا الشريمبس الجمبري بالقريدس البقدونس الكزبرة والجرجير وما إلى ذلك. كل ده داخل تحت بند السلطات. عندنا انواع الخل الرائعه اللي احنا بنزود بيها السلطات، خل البلسمك، خل التفاح، خل الرز، الانواع دي كلها، خل الابيض بتاعنا، الخل العادي، كل الحاجات دي من الحاجات الصحيه واللي بتخلي طعام وبتخليه لوحي ويكون متوازن. فاحنا بنقول ان الاربع اسباب دول اللي بنتكلم عنهم، اول سبب منهم بنقول ان السلطه طريقك لتناول الالياف، ونحن نحتاج الى الالياف للوقايه. واهم ادويه علاج الامساك تحتوي على الياف طبيعيه، والالياف وسيلتنا لخفض امتصاص الامعاء للكوليسترول، وايضا لضبط وفرملة السرعة التي يتم بها امتصاص السكريات. وعشان كده يا احبابنا المصادر الطبية بتلاحظ ولونها. يعني معنى كده ان انا لو رتبت الطعام بتاعي ورتبت الوجبات بتاعتي انه يكون داخلها اساسي طبق السلطة، رئيسي يكون في الوجبات بتاعتي طبق السلطة، الكلام ده هيساعدني في تنزيل الوزن. ده كلام اكيد هيساعدني ان اعمل برنامج دايت او برنامج رجيم. مفيش برنامج دايت او رجيم بيخلو من السلطه، مفيش برنامج بيخلو من السلطه. زي ما اتكلمنا امس عن التغيير من اللحوم، وقلنا ان احنا ممكن نغير اللحوم بطيور ونغير الطيور باسماك، كذلك ان احنا ممكن نغير الاسماك بخضروات، نغير الاسماك بخضروات، يعني حركة تدريجية بتساعدنا على الطاقة، بتساعدنا عشان ننزل وزن، بتساعدنا عشان يكون جسمنا رشيق، عشان تقدر تستفيد بحياتك، عشان تقدر تستفيد بحياتك. صحة نعمة كبيرة جدا جدا من عند ربنا سبحانه وتعالى وهبها إلينا. ففرصتنا كبيرة إن احنا يعني ما بنقولش نزود أو نصرف، احنا بنقول نرشد. الترشيد هو طريقنا لحياة صحية سعيدة. الحاجة الثانية اللي بنقول عليها في الفوائد العظيمة للسلطات، بنقول إن السلطة بتعطيك معادن وفيتامينات مضادات للأكسدة.
معناه الكلام ده؟ بنقول حينما يشتت مكونات طبق السلطة بإضافة إما الطماطم أو الخيار أو البقدونس أو الجزر أو الكرفس أو الملفوف بأنواعه، الكرنب، الجرجير، الفلفل أو غيرهم من الخضار، فإننا نجمع كميات متفاوتة من الفيتامينات والمعادن، ومعلوم أن المعادن والفيتامينات عناصر أساسية حيوية للجسم ولا يصنعها الجسم بل عليه الحصول عليها من الغذاء. إحنا عرفنا إن طبق السلطة بيحتوي على كل الحاجات دي، معادن وفيتامينات ومضادات أكسدة. الحاجات دي كلها قلنا الجرجير، الجرجير هو الريكولا. طهيدي منين عشان نعرف بس الجرجير عشان عندك؟ طهيدي منين؟ الجزائر. الجزائر يا هايدي، انا اعتقد ان عندكم اسمه الجرجير برضو في الجزائر. الجرجير ورقه قريب من ورق السبانخ كده، بتحط على السلطة. هي خضرة كالبقدونس، هي خضرة كالبقدونس بس هي الورق بتاعها قريب من ورقة السبانخ، أقرب لورقة السبانخ إنها بعيدة عن ورق البقدونس خالص. هو البقدونس عندهم معدونس. بالفرنساوي ريكولا. ريكولا فرنساوي كده بقت قريبة شوية. تمام، ان احنا بنضطر الاخوة في المغرب العربي ان احنا نترجم لهم المصطلحات. لا لا، البروكلي ده حاجة تانية. البروكلي احنا بنتكلم على الريكولا على الجرجير. فبنقول إن الخضروات ديت بتدينا الحاجات الأساسية والحيوية للجسم، إنه ما بيصنعهاش. الحاجات ديت إحنا بنقول إن المعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة، الحاجات دي ما بيصنعهاش الجسم، لازم يمتصها ويأخذها من الغذاء. بيكون الامتصاص ليها سهل ومفيد جدا لما تكون بناخدها عن طريق الخضروات المتنوعة، أحسن من ناخدها عن طريق اللحوم. لأن اللي بيحصل إن الخضروات ديت بتشغل الجسم نفسه، بتشغل الجسم وبتشغل الخلايا وبتجدد الخلايا. لكن انا لو اخدت كل الفيتامينات وكل المعادن عن طريق اللحوم فقط او عن طريق الطيور فقط، اللي بيحصل ان اغلب الخلايا ما بتشتغلش، لان الاكل جاهز على الامتصاص مباشرة، فبيزيد الوزن والدهون ما بتلحقش تتحلل، فبيزيد الوزن وبتزيد الدهون في الجسم. لكن مع اطباق السلطة المختلفة ومع دخول طبق السلطة واشتراكه دائما مع الأكلات بتاعتنا، اللي بيحصل إنه بيحلل المعادلة دي، بيعمل التوازن اللي أنا عاوزه في الجسم. إن أنا في امتصاص، بيحصل امتصاص، بس بيحصل امتصاص ضعيف، ما بيحصلش الامتصاص سريع. تشغيل الخلايا، في تشغيل الخلايا، معنى كده إن في تجديد، معنى إن في تشغيل خلايا يعني في ترميم للخلايا القديمة وفي تجديد للخلايا الميتة اللي في الجسم، وده كله بيعمل طاقة، وده كله بيعمل طاقة في الجسم. احنا بنقول يعني أضعف الإيمان في الوجبة الرئيسية، اللي هي الوجبة الرئيسية اللي هي وجبة الغداء. احنا ما بنشترطش في الثلاث وجبات ولا شيء. أضعف الإيمان في الوجبة الرئيسية. في الصباح انتم بتحبوها حليب وسندوتشات وشاي قليل لما حد بياكل سلطه في الصباح، بس احنا بنقول ان السلطه تكون موجوده اضعف اقل شيء في الوجبه الرئيسيه اللي هي وجبه الغداء، يكون موجود طبق السلطه. لا ده وجبه واحده، ده موضوع تاني بقى.
وجبة واحدة، ده موضوع معان ترتيب الوجبات وتنظيم الوجبات ومواعيد الوجبات. فهي الوجبة الرئيسية بتكون وجبة الغداء اللي احنا بنتكلم عنها. بنقول لي انا هاخد اكس بين الوجبات، لو خس لو خيار لو بتاع، رائع جدا. انا برضو بتكلم في سلطات اهو، بين الوجبات بقى رائع جدا. كمان بنتكلم بنقول ان هي اساسية وحيوية جدا جدا للجسم، يعني الجسم ما يستغناش عنها. يعني انت عامل دايت جاهز يا استاذ، طالما ما عملتش في الاكل يبقى عامل دايت جاهز، مش محتاج لبرنامج يعني. المهم الكلام ده يظهر في الوزن ولا مش بيظهر؟ خلاص يبقى نعمل لك برنامج لزيادة الوزن، نعمل لك محاضرة ان شاء الله لزيادة الوزن، نعمل لحضرتك محاضرة للوزن يا أستاذة هدى. شايف مدير بس من غير ته مربوط. خلاص زي ما تحب، خليك على كده. الحاجة الثالثة المحاضرة مسجلة كلها على اليوتيوب، عشان وقتكم يا استاذ احمد، يعني انا عاوز ايه نتكلم دلوقتي عن المحاضره ديت عشان وقتكم، ولا ايه رايكم؟ المحاضره متسجله يوتيوب، تسجيل المحاضره بالكامل موجود يوتيوب، ممكن نسمعها من اي تو زد، من الف للياء كامله. نزل لهم الرابط يا استاذه هدى بتاع المحاضره اللي فاتت. المشرفين هينزلوا لحضرتك استاذ احمد دلوقتي الرابط بتاع المحاضره اللي فاتت عشان تقدر. الحاجه الثالثه اللي من اسباب الصحية لتناول السلطات هي تقليل الشعور بالجوع والحد من تناول الطعام. طبعا ده كلام جميل خالص، بالذات الناس اللي بتعمل برنامج دايت او ريجيم، مع استثناء استاذة هدى خليها بره الموضوع ده، هي ما بتاكلش اصلا. بنقول تقليل الشعور بالجوع والحد من تناول الطعام وتناول محتويات صحن السلطة عملية تتطلب المضغ والبلع وملء جزء من المعدة بكتلة غذائية، وهذه الكتلة الغذائية قليلة المحتوى من طاقة السعرات الحرارية اللي هي الكالوريان، وبالنتيجة فإن صحن السلطة وسيلة لسد جزء من الشعور بالجوع وملء جزء من المعدة بغذاء خفيف. ولأن السلطات غنية بالألياف فإنها تبطئ امتصاص السكريات لفترة أطول، ولذا فتناول السلطة وسيلة لإطالة مدة تزويد الدم بالسكريات الغذائية، وبالنتيجة يقل الشعور بالجوع. يقل الشعور بالجوع. الحاجة الرابعة عندنا اللي بنتكلم عنها، وهي إن السلطة طريقة خفيفة جدا للحصول على الدهون الصحية. ازاي الكلام ده؟ هي في دهون صحية لان احنا بنقول ان احنا واحنا بنعد طبق السلطة بطريقة صحية بيضاف قطع الخضار المتنوعة مع انواع من الثمار الدهنية، زي مثلا قلنا زي الافوكادو، زي قلنا اوراق الرجلة، البعض بيسميها البقلة، ممكن بنضيف ببعض المكسرات، بنضيف زيت الزيتون، بنضيف عليها خل تفاح، بنضيف عليها الخل البلسمك، بنضيف. وهذه الدهون الصحيه ديت اللي احنا بنضيفها بتمد الجسم بنوعيه عاليه الفائده، فانها تسهل ايضا عمليه امتصاص الامعاء للمواد المضاده للاكسده
الموجودة بنسب عالية في الخضار الطازج الملون. الأفوكادو، الأفوكادو هي فاكهة وبرضو بتحط على السلطة، يعني هي شكلها قريب من المانجا، بتتعمل عصير وبتتحط على السلطات. هي غنية جدا بالألياف زي المانجا دي. دي الأفوكادو. بعد كده بنرجع لموضوعنا تاني، وهو إننا إحنا بنتكلم عن فعالية بعض المواد الغذائية ودورها معانا. قلنا هنرجع لموضوعنا، إحنا بنرجع تاني للأكلات اللي بنقول بتؤثر في تحسين المزاج وتأثيرها على السلوك. بنقول على الآيس كريم، فعالية الآيس كريم في تحسين الآيس كريم من الحاجات اللي الواحد يكون له رغبة شديدة جدا عليها، يعني بس تحس أنت في أي مكان، حتى لو مش جعان، حتى لو مش عاوز تاكل حاجة، حتى لو مالكش نفس لأي حاجة، وجدت الآيس كريم في مكان بتحس إن أنت مشدود إليه. فدراسات كشفت إن في فعالية الآيس كريم والمثلجات في تحسين مزاج الإنسان وزيادة شعوره بالسرور والنشوة، بعد أن ثبت أنه ينشط مراكز السرور والسعادة في الدماغ. ووجد الباحثون في مركز علوم التصوير العصبي بمعهد الطب النفسي في لندن أن الحلويات المثلجة تثير المناطق الدماغية المسؤولة عن مشاعر السرور، وتؤثر بصورة فورية ومباشرة على أجزاء الدماغ المسيطرة على المزاج. ولاحظ هؤلاء بعد إخضاع عدد من المتطوعين لفحوصات دماغية باستخدام تقنية تصوير الرنين المغناطيسي الوظيفي لرؤية المناطق الدماغية النشطة أثناء تناوله بكوب من الآيس كريم، أن للمثلجات تأثير فوري على الأجزاء التي أظهرت البحوث السابقة أنها تنشط عند استمتاع الإنسان، والتي تعرف بمناطق السرور والبهجة، وتشمل القشرة المحجرية الجبهوية، وهي منطقة المعالجة الرئيسية في مقدمة الدماغ. طبعا ما أظنش إن في حد منكم ما بيحبش الآيس كريم. الناس طبعا كلها بتحب الآيس كريم، ولا في حد ما بيحبوش؟ طبعا بعد الكلام ده هتبدأوا تحبوه أكتر. ننتقل من الآيس كريم للقرص. طبعا كلنا عارفين القرص. في حد مش عارف القرص؟ نعم. بنقول إن القرص بيعالج حالات فقر الدم أثناء الحمل. طبعا في اختبارات تحليلية حديثة أثبتت إن ثمار القرص بتساعد في تخفيف حالات الإمساك المزمنة والتهابات المثانة الحادة، لاحتوائها على أحماض طبيعية ومواد ملينة مفيدة. ووجد الباحثون أن القرص غني بحمض التفاح وحمض اللبن، إضافة مواد ملونة وفيتامينات ألف وب وسين، A وB وسين، وأملاح الحديد والبوتاسيوم والنحاس والمغنيسيوم. فقر الدم أثناء الحمل. طبعا في اختبارات تحليلية حديثة أثبتت أن ثمار القرص بتساعد في تخفيف حالات الإمساك المزمنة والتهابات المثانة الحادة، لاحتوائها على أحماض طبيعية ومواد ملينة مفيدة. ووجد الباحثون أن القرص غني بحمض التفاح وحمض اللبن، إضافة مواد ملونة وفيتامينات ألف وب وسين، A وB وسين، وأملاح الحديد والبوتاسيوم والنحاس والمغنيسيوم، التي تفيد في تليين الأمعاء وعلاج في حالات فقر الدم خصوصا في حالات الحمل.
هو القرض مش محتاج لإعداد يعني، هو القرض اللي هو الكريز ده هو بيجي جاهز، دي فاكهة، دي فاكهة مش محتاجة لإعداد ولا شيء يعني. يغسل ويؤكل من الآخر. وأكد البحثون أيضا أن عصير الكرز يفيد بوصفه مطهرا ويمنع العفونة ويعتبر ملينا ولطيفا في حالات الإمساك المزمنة ويساعد في أمراض والتهابات الكلى، كما أن له فاعلية في إيقاف النزيف ويستعمل لإضرار البول ومعالجة التهاب المثانة الدولية المثانة البولية. ده احنا لما بيتحط في التزيين ما بيكونش الكرز فريش، الكرز لما انا بحطه في التزيين بيتعمل له عملية ايه يعني، زي ما احنا بنعمل كده المربى، ان هو بيتحط في محلول سكري، بيغلى في محلول سكري عشان يتحول للشكل اللي احنا بنشوفه للكريز. انا بتكلم على فاكهة الكريز نفسها، فاكهة الكرز نفسها، وفعلا بيوضع في الشربات بيغلى معاه وبيبقى بالشكل اللي احنا بنشوفه ده، الكريز اللي بنستخدمه في الحلويات. لا لا، موجودة طازة، ده موجودة طازة ومنتشرة جدا، موجودة طازة يعني بنقول كميات صغيرة. احنا بنتكلم على المواد عموما، هنتكلم ادينا دخلنا في الحاجة الرخيصة. دخلنا في الرخيصة، ما علينا من الكرز، خلينا في التوم. افتكر ان ده رخيص مش غالي ولا شيء، احنا بنتكلم على فوائد المواد والمواد المتوفرة يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا سبحانه وتعالى وزع المادة الفعالة زي ما في الأشياء النادرة والأشياء الغالية موجودة برضو في الأشياء الرخيصة، زي ما اتكلمنا أمس عن اللحوم والبقوليات، وقلنا إن الأحماض الأمينية اللي موجودة في اللحمة الحمراء هي اللي موجودة في البقوليات، بس ديت بيصنعها الجسم، والتانية بتكون جاهزة ما بيصنعهاش الجسم، بيمتصها مباشرة، بس هي الأحماض الأمينية اللي موجودة هنا موجودة هنا. فربنا سبحانه وتعالى هو قسمها كده يعني، عشان اللي يقدر ياخد جاهز يجيب جاهز، واللي ما يقدرش جاهز يفصل هو في معدته. اللي يقدر ياخد جاهز من اللحوم اللي يمتصها جاهزة، واللي ما يقدرش ياخد البقوليات هتدي نفس النتيجة، بس الجسم هيصنعها. وفي أحيان بيبقى اللي احنا بنقول عليه ان ده بقوليات او ان انواع رخيصة او مواد غير غالية بتكون افيد للجسم من المواد اللي بيمتصها الجسم مباشرة بدون الخلايا تشتغل لتصنيع البروتين او لتصنيع الاحماض الامينية اللي بتوصل العضلات وبتوصل لحركة الجسم. نتكلم عن التوم. طبعا التوم من ضمن الاشياء اللي محتاج لمحاضرات ومحاضرات عشان نتكلم عنه يعني. التوم ده موسوعة لوحده، لكن احنا النهاردة بنتكلم اجمالا وشمولا، وبعد كده ان شاء الله هيكون لنا في كل حاجة وحدها من المواد اللي احنا بنتكلم فيها ديت، هنفرد لها محاضرة لوحدها نتكلم عنها. النهاردة احنا بنتكلم عن التوم، وبنقول ان التوم يخفض الترسبات الدهنية في الشرايين. الكلام ده خارج من المطبخ ولا ايه؟ لا، احنا بنقول الكلام ده من باحثون ألمان قالوا ان اضافات التوم للطعام يمكن ان تعمل على تخفيض تكون ترسبات دهنية في الشرايين على نحو كبير. البروفيسور غونتر شيجن رئيس كلية الطب في العاصمة الألمانية برلين قال إن اختبارات المعملية أظهرت انخفاض تكون الترسبات الدهنية المبكرة بنسبة 40%
وانخفاض حجم الترسبات الموجودة بالفعل بنسبة 20% بعد تعريضها لإضافات الثوم، كما ساعد محلول سومي في منع تكون الترسبات التي يتسبب فيها البروتين الدهني منخفض الكثافة. ده كلام الباحثين. وأضاف أيضا أنه يتعين تأكيد هذه النتائج في اختبارات ودراسات إكلينيكية لافتة إلى أي نتيجة إيجابية لمثل هذه الدراسة يمكن أن تكمل الدراسات الإكلينيكية القائمة بالفعل. وطبعا ديت بتقدم أمل لملايين المرضى والمعرضين لخطر الإصابة بأمراض أوعية القلب نظرا لمعاناتهم من ارتفاع نسبة الكوليسترول أو ارتفاع ضغط الدم، والذين يعانون من البدانة والمدخنين. احنا بنتكلم طبعا ديت أمراض العصر، يعني احنا الكوليسترول وضغط وارتفاع ضغط الدم والبدانة والتدخين، يعني بنتكلم كده في أربع حاجات ده هم الرئيسيين، نضيف عليهم السكر يبقى كده شكرا، يبقى هي ديت أمراض العصر، أمراض الجيل ده كله، أمراض الألفية دي كلها اجتمعت كلها. فسبحان الله العظيم، يعني احنا بنقول ان الثوم ده ربنا سبحانه وتعالى حط فيه الميزات الرهيبة دي كلها. طبعا الثوم له حاجات تانية كتيرة جدا، يعني بنقول انه بيعزز القدرات العقلية للرضع اذا تناولته الام الحامل. حاجة تانية بنقول انه هو عشان في اوميجا 3 بيخفف الام المفاصل ويقويها. تمام، احنا بنقول ان هو لو فص كامل، وبرضه لو اتقطع قطعة صغيرة، يعني لو انا قطعته مثلا نصفين عشان الهضم بتاعه، ما احنا بنتكلم على الفريش، يعني احنا بنتكلم على الفريش، كل كلامنا عن التوم فريش قبل طبخه، قبل ما ياخدش بعملية التسوية بكل الزيوت بتاعته بكل الخامات اللي موجودة فيه. بنقول ان التوم فيه اوميجا 3، اوميجا 3 بيطور القدرات السمعية والبصرية للرضيع اذا تناولته الحامل والمرضع، ويساعد في صحة الرئة، وبيقلل من الزهايمر وتصبغ الشبكية، وبيحمي من الكآبة، بيرفع مستوى التركيز والقدرات الذهنية للطفل، وبيقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب. زي ما قلنا احنا كنا بنتكلم دلوقتي عن ان هو بيخفض الترسبات الدهنية في الشرايين، وقلنا انه بيقلل من عدم انتظام ضربات القلب، ويقلل من عوامل تجلط الدم التي تنتج عنها الأزمات القلبية والجلطات، وبيقلل من معدلات ثلاثي الجليسرين، وبيقلل برضو تاني هنتكلم عن الكوليسترول، هو بيقلل من ترسب الكوليسترول والدهون على جدار الشرايين، وبيحسن حالة الشرايين نفسها، وبيخفض من ضغط الدم لو بنسبة ضئيلة لكنه بيخفف من ضغط الدم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام. وبيقلل لو ولو بنسبة ضئيلة من ضغط الدم. بيساعد في خفض الوزن. رجعنا تاني للدايت. احنا بنقول ترسب دهون، يعني دخلنا في دايت ودخلنا في ريجيم. فبرضو التوم بيساعد في خفض الوزن بنسبة كبيرة. وزي ما اتكلمنا وقلنا انه مفيد للمدخنين، وذلك عشان تقوية الرئة والقلب والشرايين. وبيساعد في الحماية من جفاف العيون أو تخفيف أعراضها. يعني إن إحنا بنتكلم بنقول إحنا بنتكلم على فصين توم، يعني أنا بتكلم لو على الريق فصين توم، يعني لو على الريق فصين توم، لو على الريق فصين توم جميل جدا، يعني بتبقى رائعة، بتدي نتائج ممتازة جدا جدا. واحنا ما بنقللش من قيمة التوم لما يستوي، لكن يعني احنا بنقول ان انا اقدر اخد ديت وان انا مشاركته في الاكل كمان معايا، يعني بس مش هتبقى نفس القيمة الغذائية او نفس المادة الفعالة فيه
هي اللي موجودة في الفريش أو في اللي أنا باخده فص سليم. زي ما قلنا إنه بيرفع مستوى الكوليسترول النافع للجسم، بيرفع مستوى الكوليسترول النافع للجسم لأنه بيمتاز على أملاح معدنية ضرورية ومهمة، منها طبعا موجود فيها ملح يود، وده بيعتبر من أملاح ضرورية في عمليات النمو ونضج الخلايا. بعد كده عندنا إنه بينشط الجهاز العصبي والعضلي والتناسلي، وبيمنع وبيقاوم مرض الإصابة بمرض البروستاتا، وبيساعد في ترطيب البشرة، وبيحسن صحة القلب عند البدناء. كده احنا اتكلمنا عن التوم بصورة غير مفصلة، بصورة غير مفصلة. برضو ان شاء الله هيكون لنا عن التوم وعن اوميجا 3 محاضرة كاملة نتكلم فيها عنه، ونسمع فيها ان شاء الله كل اسئلتكم حول التوم. زي ما قلت ان انا لما بتكلم عن التوم الني او التوم الفريش بقللش من قيمة التوم في تسويته، ما بقللش من قيمة التوم في تسويته، بس بيكون اقل. يعني انا لو فرمت التوم وحفظته في الفريزر عندي، القيمة الغذائية بتاعته هتكون غير ما انا اقشره دلوقتي ويستعمل دلوقتي. لو هو متشال بالقشر بتاعه افيد منه وانا قشرته، وافضل حاجة ليه ان يتقشر دلوقتي ويستعمل دلوقتي، وانا عندي افضل من الفرم هو تقطيعه، غير الحاجات اللي هي ما تنفعش غير بالتوم انه يكون مهروس او التوم يكون مفروم. بس اي اكلة انا احط فيها التوم مش محتاج ان اهرسه ومش محتاج ان افرمه، لو قطعته كده سلايس صغير او شرايح صغيرة كده هيبقى طعمه جميل، وهيدي نفس القيمة الغذائية بتاعته كاملة، والنقصات هتنقص حاجات بسيطة بس هتبقى موجودة فيه قيمة غذائية عالية. طبعا في حالات بنقول ان احنا بحتاج ان اهرسه هرس كامل، طبعا زي في حالات الملوخية، زي في حالات واحنا بنقول ده كده هيتحوش لفترة طويلة كده. يا استاذة هدى انت بتقولي بيبقى فاضي، ده بيتحوش لفترة طويلة. احنا ما بنقولش، يعني بنقول ان النسبة ما بتبقاش هي نفس النسبة وقت الفريش، لكن هو احنا ما فيش، يعني احنا بنشيله من الموسم للموسم زي ما انتوا بتقولوا كده، احنا بنجيبه بالفعل وبتبدأ تقشروه ويتفرم ويتشال في الفريزر. مهم انه يتخزن وقتها ويتخزن صح. طريقة تخزين احنا اتكلمنا امبارح عن التخزين شوية وتخزين الطعام، قلنا التوم لو انا عاوز اجيبه النهاردة وعاوز احافظ على اكبر كمية منه، يعني مثلا لو قلنا 80% او 85% من القيمة الغذائية بتاعته، ان انا بجيب التوم النهاردة وبجيبه وبفرمه بالكامل وبحطه في اكياس، الاكياس دي تكون صغيرة عشان تبقى سهلة الفك بعد كده، سهل ان انا اسيحه بعد كده واشتغل بيه، بحطه في اكياس وبخزنه في الفريزر. وطبعا فريش، انا بتكلم فريش يعني انا اخده بنسبة 100%، فريش 100%. انا بتكلم ان انا جبته فريش النهاردة وقشرته وفرمته اليوم وحطيته في اكياس وفرزنته، فهيقعد معايا كل الفترة اللي هيقعدها لحد 3 شهور او لحد اقصى 6 شهور في الفريزر، حاضر استخدمه، هستفيد باكتر من 80% من المواد، من المادة الغذائية او المادة الفعالة اللي موجودة في التوب اللي انا عاوز استفيد بيها. لكن احنا بنقول انه هو جوه القشر بتاعه، يعني انا بستخدمه كده بنسبة 100%، 100%. فطبعا نظرا لان احنا بنجيبه طبعا بناخد الموسم، عشان بيكون السعر بتاعه كمان اقل من لو انا جبته بعد فترة. انتوا عاوزين تشيلوه من موسم لموسم او من فترة لفترة، ممكن يتحط في صوص في الفريزر، بس انا مش عاوزه يشرب مية، مش عاوزه، يعني لما بتحط في صوص في الفريزر مش زي لما يكون مفروم، لما يكون مفروم بيكون افضل، يعني طلعه من الفريزر عشان يفك
شكل اول ما بيحل من التسيح شكل التوم نفسه بيتغير وريحته بتتغير والطعم بتاعه نفسه بيتغير، المهم بيبقى مشرب بالماء مهما يكون جوه كيس. لكن المفروم بيبقى افضل، المفروم بيبقى افضل لو انت فرمت التوم هيبقى ايه افضل للتخزين في الفريزر. وما نستغناش زي ما انا قلت كده ان في حاجات ما بنستغناش عنها، ان انا افرم التوم. يعني ما انا مش هينفع ان احنا نعمل مثلا بابا غنوج او ان انا هعمل سلطه متبل من غير ما افرم التوم، مش هينفع نعمل مسقعه من غير ما افرم التوم، مش هينفع نعمل ملوخيه من غير ما افرم التوم. في حاجات بنحتاج ان انا لازم اهرسها، شوربه العدس، لا مش هينفع نعمل شوربه عدس من غير ما نفرم التوم، لازم التوم هيكون مفروم. عشان سبحان الله حتى اثناء الفرم واثناء العصر بتاعته الطعم بتاعه بيتغير وبيبقى له طعم تاني، احنا بنبقى عاوزين الطعم ده نشوفه، كان في الكشري، كان في الملوخيه، اذا كان في شوربه العدس. خلاص كده التوم، حد عنده اي سؤال في التوم؟ ننقل من على التوم. بنتكلم عن نبات تاني، نبات الزعتر. احنا بنقول لو هنحط له زيت وبعدها نحفظه كده، يبقى احنا ما بنتكلمش عن الفروزن. ملح وزيت يبقى انا هحفظه في الثلاجه، هتحفظ في الثلاجه وكده الحفظ بتاعه طبعا بيكون اقصى حاجه 7 ايام. انا بتكلم عن التوم يتفرم بس وحده من غير اي شيء، بفرم التوم نفسه خام، بيتحط في اكياس بلاستيك، اتفرغ من الهواء كويس واحطه في الفريزر، يتفرغ من الهواء كويس واحطه في الفريزر بدون اي اضافات ولا اي شيء، بدون اي اضافه ولا اي شيء، بحطه في الكيس وافرغ الكيس كويس في الهواء كويس، واخلي الاكياس مبططه كده على اساس ان انا لما اجي اخرج الكيس يبقى سهل انه يفك، ما ياخدش وقت كبير قدامي عشان ايه يفك، واخلي كميات صغيره بكميات صغيره على قد الاستهلاك بتاعي. لا لونه مش هيتغير ولا حاجه، لونه في الفريزر مش هيتغير، لونه مش هيتغير، في الثلاجه لونه هيتغير، في الثلاجه لونه هيتغير لو انا حطيته من غير زيت ولا ملح. فاحنا لما نحطه في الثلاجه بنحط عليه الزيت والملح. اكيد احنا بنقول كميات صغيره لان انا عاوز الكميه اللي اخرجها على قد استخدامي اللي احتاجه، والكيس على قد استخدامي، هطلع الكيس واستخدمه، ما ينفعش ارجعه الفريزر تاني، اللي هيخرج ده هيبقى يخرج على الاستخدام مباشره، والفائده هتبقى موجوده فيه، اللي في الفريزر فائده هتبقى موجوده فيه، اكتر من 80% من الماده الفعاله للثوم بتبقى موجوده فيه. بعد كده بنتكلم عن الزعتر، كلنا عارفين الزعتر. نعم 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 تمام، الناس كلها عارفه الايه الزعتر. نقول ان الزعتر بيفيد في تخفيف الالتهابات التنفسيه. برضو اكده باحثون في مركز الصحه الامريكي ان الزعتر من افضل العلاجات الطبيعيه للامراض التحسسيه والتنفسيه الناجمه عن تقلبات الطقس واختلاف درجات الحراره في النهار وفي الليل. طبعا ده اللي موجود في الخليج. واوضحوا ايضا ان اوراق الزعتر بتفيد الاشخاص المصابين بالامراض التنفسيه المزمنه كالربو القصبي والازمات الصدريه، كونها تخفف حده الاحتقان وتحسن السعه الرئويه، وقد اثبتت الدراسات انه مسكن جيد للالم ويخفف التهابات المفاصل ويساعد على ادرار البول وتقليل الشعور بالغثيان خصوصا عند الحوامل، خصوصا عند الحوامل. وفي دراسات حديثه برضو بتقول ان الزعتر بيفيد في تخفيف الام البلعوم والالتهابات
في المجاري التنفسية العلوية نظرا لأنه يطهر الفم وينبه الأغشية المخاطية. لذلك فقد عملت بعض الشركات الطبية على إدخاله في معجين الأسنان، إضافة إلى أنه يفيد في بعض الاضطرابات الهضمية، إذ يعمل على تنشيط المعدة وطرد الغازات من القناة الهضمية وتنظيم عملية الإفراغ وطرح الفضلات. كمان حاجة بنقول إن أشار بعض الخبراء لأن الزعتر بيخفف من مغص البطن ويقوي النظر. لافتين برضو إن في أبحاث علمية عديدة جدا تؤكد إن إضافة الزعتر إلى حوض الاستحمام بيساعد على الاسترخاء وبيخفف من آلام المفاصل والإرهاق والتعب الجسدي والإجهاد النفسي والفكري، فضلا عن دوره في تطيب الطعام وإضافة النكهة اللذيذة على مختلف الأطباق. كده إحنا خدنا فكرة عن الزعتر وعرفنا على الزعتر، يعني غير أكله مع فريش مع زيت زيتون. الزعتر بيتحط على المعجنات، الزعتر بيتحط على المعجنات، الزعتر بيتحط على صوص الطماطم بتاعة البيتزا. ده غير إن في فطاير بنعملها فطاير زعتر، إن أنا بجيب الزعتر الأخضر وبجيب معاه الزعتر الأبيض وبخلطهم وبحط عليهم شوية سمسم وبحط عليهم زيت زيتون سنة ملح صغيرة وبعمل بيهم فطاير الزعتر، وبعمل بيهم فطاير الزعتر المشهورة جدا. تمام، هو بيجي مطحون مع سمسم، هو اللي بيجي مطحون مع سمسم بيجي جاهز، بيجي مطحون مع سمسم. كل عملية إن أنا بزوده بزيت الزيتون. ممكن في ناس بتحبه، ممكن أقطع طماطم صغيرة أوي. لا، مفيش مشروب زعتر، لا مشروب زعتر صعب إنه يتشرب الزعتر. إحنا بنقول إن هو موجود كمادة غذائية موجودة، كاستخدامها بتستخدم في المواد الغذائية بتاعتنا، وبيشرب كمنقوع في بعض الأماكن بتشربه كمنقوع. بس إحنا يعني إنه من الطعم بتاعه بيبقى غير مستساغ، الأغلبية العظمى ما بتستساغش موضوع شرب الزعتر، لكن الزعتر هو كبهار، ممكن يستخدم كبهار في أي نوع من أنواع الطعام، بضيفه على أي نوع من أنواع الطعام. زي ما أنا قلت على كل المكرونات ممكن أضيف عليها زعتر. عندك لو بتعملي مكرونة بشاميل ممكن ترش عليها زعتر، لو بتعملي أي نوع من الباستات المعجنات بيضاف عليها زعتر، لو بتعملي تسبيكة لأي شيء ممكن تحط عليها شوية زعتر هتدي طعم جميل ليها. زي ما قلنا صوص البيتزا، صوص الطماطم بتاع البيتزا هيتعمل عليه زعتر. المحشي ما أعتقدش إن الزعتر هيدي طعم كويس في المحشي يا أستاذ أحمد، يعني المحشي هيبعد كده، الطعم بتاعه هيبعد لو حطينا عليه زعتر. احنا بنحط عليه كزبرة، بنحط عليه شبت، نحط عليه بقدونس، لكن هنحط عليه زعتر احنا كده هنطلعه من بره دائرة المحشي، كده هيطلع بره دائرة المحشي ويخش في دائرة تانية. حاجة تانية في الزعتر قبل ما نقلب الشريحة ديت، عندنا بعد كده بنتكلم في حاجة نسائية شوية، هي نسائية خالص مش نسائية شوية. بنقول إن بعض الأغذية بتخفف من آلام الطمس. طبعا بتعاني معظم النساء من آلام تصاحب فترة الطمس، وتظهر في إحساسهن بالتعب الهياج والقلق وانتفاخ البطن، ولكن هذه الأعراض قد تزداد لدى بعض النساء فتعاني من اكتئاب شديد مع عدوانية في سلوكها وحرصا على راحة هؤلاء السيدات. أشارت الدراسات الحديثة أن آلام الطمس تتأثر بشكل كبير صعودا ونزولا اعتمادا على نوع الغذاء الذي تتناوله المرأة. يعني ديت احنا بنقول ان الزعتر المجفف هو له نفس الفائدة، نفس فائدة الزعتر المجفف هو بيعطي نفس الفائدة تقريبا.
هو الفريش ممتاز بس هو مش متوفر كتير يعني، فهو المتوفر الأغلب المتوفر المجفف. نكمل موضوعنا عن الغذاء اللي بتناوله المرأة وتأثيره على آلام الطمس. على آلام الطمس، الدراسات أثبتت بعد مراقبة نساء اعتمدوا على الأغذية النباتية فقط، حيث تناولت النساء منتجات نباتية من الحبوب والخضروات مع الابتعاد عن المنتجات الحيوانية واللحوم والزيوت، يعني حمية تعتمد على 10% من الدهون فقط، وكانت النتيجة إيجابية جدا، حيث أفادت معظم النساء بأن الآلام المصاحبة لحالة الطمس أو العادة الشهرية قد انخفضت بشكل ملحوظ. يعني طبق السلطة اللي احنا كنا بنتكلم عنه من شوية، طبق السلطة اللي كنا بنتكلم عنه من شوية، وإن أنا أحاول في الفترة ديت إنها تعتمد على الأكلات النباتية أكتر من الاعتماد على اللحوم، وحتى لو كان ولا بد زي ما قلنا إن تعتمد على الأسماك أفضل ما تعتمد على الطيور أو على اللحوم في الفترة ديت. نيل برضو أكدت الدراسات على أهمية ممارسة الرياضة، فعندما تكون المرأة بتمارين رياضية معتدلة بمعدل 5 مرات في الأسبوع، فإن أعراض ما قبل الدورة تأتي بشكل خفيف، كذلك فإن تناول الوجبات الخفيفة فعال في التغلب على أعراض ما قبل الدورة الشهرية، ومن الأفضل تحديد كميات المواد السكرية التي تتناولها المرأة بدل تجنبها كلية. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا طبعا بنقول ان اي واحدة بتعمل برنامج دايت، احنا بنحذر في كل البرامج، بنقول ان اي واحدة بتعمل برنامج دايت او برنامج رجيم قاسي او بتاخد مشروب من المشروبات الحارقة او بتاخد اي حاجة للرجيم في اثناء فترة الطمس ما تاخدش نهائي اي شيء من حاجة الدايت، وبتتغذى طبيعي، بتتغذى طبيعي. احنا بنقول ان النباتات، احنا بنتكلم عن النباتات بشكل عام، بنتكلم بنقول الاغذية النباتية، وان احنا بنبعد قدر الامكان عن اللحوم الحمراء، نبعد عن اللحوم البيضاء، بنحاول ان انا يا اما طيور يا اما اسماك، والاسماك افضل مع الخضار، والاسماك افضل مع الخضار. زيادة شرب المية، زيادة شرب المية بيساعد برضو ان هو بيقلل من حالة الاكتئاب، ان هي بتبقى في حالة منظمة. واتكلمنا عن الرياضة في الفترة ما قبل فترة الدورة، بتكون ممتاز جدا لما بيكون في رياضة، الموضوع ده برضو بيقلل من حالات الاكتئاب اللي بترتفع. ولما بنتكلم بقول ان اي واحدة بتمارس عندها برنامج دايت او رجيم ماشية عليه، انها في فترة الدورة في فترة الطمس تتوقف فورا عن اي برنامج دايت، وتعيش حياتها بطريقة طبيعية. بنحد من المواد السكرية قدر الامكان، بس ما بنمنعهاش بالكامل عشان بتحصل مشاكل، لان هي بتحتاج لتعويض كبير اثناء فترة الطمس، بتحتاج لتعويض كبير، والجسم بيبقى محتاج الغذاء في فترة الطمس دي، فهي مش هتستفيد بالوزن، الا هتستفيد ان هي هتتعب نفسها جسديا ونفسيا، ومش هتستفيد بنقص في الوزن اثناء فترة الطمس. لذلك اي برنامج ريجيم بنقول 3 اسابيع، اي برنامج 3 اسابيع، والرابع ده اللي هو فترة الطمس. انما اللي بتكمل اللي ما عندهاش طمس، اذا كانت هي حامل، اذا كانت بترضع، اذا كان ما عندهاش في طمس او العادة الشهرية مش موجودة، فممكن ان هي عادي بتطبق البرنامج كامل، تاخد الشهر كامل 4 اسابيع بتوعه، كل اسبوع اليوم الفري المتفق عليه. بعد كده وصلنا للجزر،
طبعا احنا كلنا عارفين ان الجزر من الأطعمة المحبوبة جدا ومشهور جدا 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 كعصير، وجوده في السلطة تمام. يعني احنا بنقول الجزر بأول نظر، دي على طول كده الجزر بأول نظر. الجزر فيتامين ألف، واضح ان المتميزين النهارده كتار. انا مش عارف النهارده هنطلع شهادات لمين ولا مين، ما شاء الله القاعه كلهم متميزين النهارده. لكن المهم في الجزر ان الجزر ده بيقلل من تكوين الخلايا السرطانيه، ان الجزر بيقلل من تكوين الخلايا السرطانيه. ده شيء مهم جدا جدا، يعني ان انا اجيب حاجه بتحد من المرض الخطير ده اللي بقى منتشر النهارده، يعني بقى زي ما بنقول كده زي الانفلونزا، بقى شيء عادي ان الواحد يدخل اي مستشفى يلاحظ ان بقى موجود فيها حالات كتيره جدا جدا. يعني اي مستشفى النهارده فيها 100 سرير بتلاقي على الاقل في 10 سراير، في 8 سراير منهم بنتكلم عن حاله من حالات السرطان، عن حاله من حالات السرطان. أعاذنا الله وإياكم الأمراض، شفانا وشفى مرضانا ومرضى المسلمين جميعا يا رب. ربنا يشفي كل مريض يا رب. فالجزر إحنا بنهتم بيه جدا. طبعا الجزر كعصير، الجزر في مربى، الجزر نفسه، الجزر فريش نفسه حط على السلطات، الجزر بتحط على الاكلات وفريش اكيد طبعا، الجزر بتحط على الاكلات، الجزر يتاكل سوتيه، يتاكل مسلوق، يتاكل مطبوخ. حالات كتيره جدا جدا جدا، يعني ما فيش حاجه تقريبا الا وينفع يتحط عليها جزر، ما فيش حاجه الا وينفع يتحط عليها جزر. اي طبق جميل ممكن اعمله، ممكن ازينه ان انا ابشر عليه جزره، اي طبق بعمله ممكن ان انا اعمل شوية خضار سوتيه، واحدة كوسة، واحدة جزرة جنبها مع واحدة بطاطس. لا يعني احنا مش بنقول بيقلل، احنا بنقول ان الفريش ده يعني 100%، كل مرحلة طبخ بوصل ل 90 ل 85 ل 75%. انا بالنسبة لي لو هاخد المادة الفعالة من المطبوخ بنسبة 85% ده ممتازة، ونعرف استفيد بدي ممتازة. بس زي ما قلنا اطبخه صح، ان انا لما يتسلق يتسلق صح. واتكلمنا امس عن السلق، وقلنا ان احنا لما بنسلق حاجة بنسلقها في كمية مية صغيرة، لما بنسلق حاجة بنسلقها في ماء قليل. تمام، الناس متابعة ما شاء الله، استاذة هدى متابعة معانا، ان احنا لما بنسلق حاجه بنسلقها في ماء قليل عشان التركيز بتاع الماده الفعاله يفضل موجود زي ما هو فيه. والسوتيه بتبقى خير، التسويه السوتيه بتبقى قيمه بتاعتها عاليه جدا، تحمر في زبده بسيطه مع زيت، بتبقى واقل وقت للطهي. ما شاء الله ما شاء الله، النهارده استاذ هدى بس اللي هتاخد شهاده، واقل وقت للطهي. يعني احنا زي ما قلنا ان في الطهي عموما نحاول دايما ان احنا ناخد اقل وقت للطهي، والكلام ده موجود في محاضرة امس برضه اتكلمنا عنه. انا شوف الابحاث قالت ايه عن الجزر يقلل من تكوين الخلايا السرطانية، وكشفت نتائج ابحاث حديثة قام بها خبراء في جامعة نيوكسل الإنجليزية أن أكل الجزر يقلل من مخاطر تكون السرطان. واكتشف الباحثون أن المادة الموجودة في الجزر والمسماه فالكارينول قللت من مخاطر تكون الخلايا السرطانية بنسبة الثلث، بنسبة الثلث. ويأمل الباحثون أن يؤدي البحث إلى تخليق جديد من الأدوية المضادة للسرطان، وتساعد المزارعين على محاولة التركيز على هذه المادة الفعالة
الموجودة في المنتجات التي يزرعونها، وتساعد مادة فالكارينول على حماية الجزر من الإصابات الفطرية مثل مرض التسوس الذي يسبب بقع سوداء على جذور النبات. والاختبارات أثبتت على مرضى بالسرطان إن بعد 18 أسبوع وجدوا إن الناس اللي اتناولوا للجزر بصفة يومية للجزر بعد 18 أسبوع اتضح إن في تكون، إن تكون الخلايا وصل للسوس، تكون الخلايا السرطانية اللي كان منتشر في الجسم وصل لنسبة 30% فقط، 30% فقط. دي طبعا نتيجة رائعة، يعني نتيجة أكتر من رائعة. فإحنا بنأمل إن النتائج تكون أعلى من كده، وبنأمل إن سبحان الله العظيم ربنا في هذه الفاكهة البسيطة أو هذا المنتج البسيط اللي مش غالي ولا حاجة زي الكرز، محدش يدور عليه يعني غالي ولا حاجة، إنه يعالج مرض زي الأمراض الخطيرة دي بوجود مادة فيه زي المادة الشديدة دي. وإحنا طبعا زي ما قلنا إن الجزر له فوائد كتيرة جدا، قلنا الجزر كمان طبعا فيتامين ألف، يعني بنتكلم عن النظر، إضافة لذلك إن فيه فيتامين سي، وفيتامين سي طبعا إحنا عارفين إن هو موجود في حاجات تانية رائعة. الشعر مفيد للشعر، ده كلام جميل، في ناس مذاكرة ما شاء الله، يعني شكلهم عاوزين ياخدوا الشهادة النهاردة من الأستاذ. بعد ما اتكلمنا عن الجزر ننقل شوية على حاجة تانية هنتكلم عنها وهي الكاكاو. طبعا احنا كلنا عارفين الكاكاو، حد مش عارف الكاكاو؟ ما شاء الله الناس كلها مذاكرة، أكيد عشان الناس كلها بتحب الكاكاو. بنقول إن الكاكاو كلام جميل ما شاء الله ما شاء الله، أنا لسه ما اتكلمتش، الناس قالت الكاكاو بيفيد في علاج الصداع، وإن الكاكاو أساس الشوكولاتة، كلام جميل. وطاقة للجسم، برافو. معشوق النساء، هو معشوق النساء والرجال يعني، ومعشوق الكل يعني. مفيد في علاج الاكتئاب، برافو، تمام. الكاكاو فعلا من الحاجات المحبوبة جدا جدا، والكاكاو بيحتوي على العناصر المغذية الموجودة في الأطعمة النباتية الأخرى. يعني الكاكاو ده عادي عادي عادي، هو باللبن حلو يعني، اللبن ظريف، بالذات بقى نظرا لان انت ما بتاكليش، او ممكن تاخديه مع لبن كامل الدسم كمان.
لون الكاكاو بيحتوي على نفس العناصر المغذية الموجودة في الأطعمة النباتية الأخرى كالمعادن ومضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الأمراض وخصوصا أمراض القلب. كما أن ثلث الدهون الموجودة في الكاكاو مشتقة من حمض أوليك الدهني أحاد الإشباع، والموجود أيضا في زيت الزيتون والذي أظهرت الدراسات خصائصه المفيدة للقلب. ومع ذلك بينصح العلماء بتناوله باعتدال وعدم الإكثار منه، وضرورة الالتزام بالأغذية المفيدة الأخرى كالخضروات والفواكه والشاي والعنب وغيرها من الأطعمة الغنية بالمغذيات النباتية الطبيعية. خلاص اعترفتي، معالي السعرات. ولا انت عشان اعترفتي بتاكلي، ولا عشان اعترفتي ان انت ما بتاكليش؟ عشان اعترفت ان انت بتحب الكاكاو، ولا عشان اعترفت ان انت ما بتاكليش؟ اني مش باكل. ما هو لازم انت تعترف، انت هنا على كرسي الاعتراف. وبيوصى طبعا ان الكاكاو لما يتاخذ يكون ساخن، يعني احنا عاوزينه درجة حرارته ما تقلش عن 60، درجة حرارته ما تقلش عن 60، وانه ما يتحطش في التلاجة، ما يتحطش في التلاجة. يعني انا الكاكاو يشرب ساخن، افضل حاجة لي انه يكون ساخن. يعني احنا بنقول حرارة 66 فهرنهايت، يعني بنتكلم ايه؟ بنتكلم مثلا درجة حرارته تعدي 45، واطعم هو ساخن وصحي، افضل هو ساخن، درجة حرارته تكون تعدي 45، يعني ما يكونش دافي، يكون اكتر من دافي شوية. احنا بنتكلم كل ده عن الكاكاو البودرة. بنتكلم كل ده عن الكاكاو البودرة. قلنا انه هو يعني سبحان الله المركبات بتاعته، مركبات الفلافونيد الرئيسية في الكاكاو اللي احنا قلنا عليها فلافان تري اولز ديت، بتترافق مع انخفاض كبير في خطر الاصابات القلبية والوعائية. لا احنا بنقول حليب الشوكولاته ده حاجه تانية، احنا انا بتكلم على الكاكاو البودر، على تسويه الكاكاو البودر. الشوكولاته هنتكلم عنها، يعني الكاكاو والشوكولاته متصلين ببعض، بس الكاكاو البودر شيء والشوكولاته شيء تاني. احنا هنتكلم عنها دلوقتي وهنقول عن الشوكولاته كلام غير اللي قلناه. عن الكاكاو، الكاكاو البودر في تسويته معروف، الكاكاو البودر ده بنجيبه بنسويه بالحليب يعني، تمام. هو طبعا بتصنع منه الشوكولاتات، بس هو نفسه مشتق من الشوكولاتات، يعني الكاكاو بتصنع منه وهو مشتق من الشوكولاتات. بنقول الشوكولاتة طبعا كلكم بتحبوا الشوكولاتة، تمام. في حد يحب الشوكولاتة في القاعة؟ ما شاء الله الناس كلها بتحب الشوكولاتة. هنوزع شوكولاتة بعد كده، هجيب لكم تورتة، تورتة بالشوكولاتة بعد كده. بنقول ان الشوكولاتة ليه ليه هايدي ليه ما بتحبهاش؟ حد بيحب الشوكولاتة؟ خلاص خليها بالكريمة، هجيب لكم تورتة بالكريمة بدل الشوكولاتة المرة الجاية ان شاء الله. أستاذة هدى بتشجعك. إحنا بنقول إن الحلوى السمراء أو الشوكولاتة
تعتبر من ألذ الهدايا المقدمة في جميع المناسبات، مع إنها هي ما بتمنحش يعني ما بتمنحش حب ولا مشاعر رقيقة، لكن بتمنح أيضا إيه أطيب أمنيات الصحة والسعادة. وده اللي أكد عليه خبراء إيطاليون في مؤتمر طبي عقد مؤخرا. فوجد الباحثون في مستشفى سان رافييل بميلانو إن الشوكولاتة لا تتميز بمذاقها الغامض واللذيذ الذي لا يقاوم فقط، بل تزخر بالفوائد الصحية التي تلبي احتياجات الإنسان بدءا من زيادة الرغبة العاطفية وحتى الصحة القلبية والدماغية. كل ده في الشوكولاتة، كل ده في الشوكولاتة. هي طبعا يعني أفضل هدية بتكون في كل المناسبات، وكل الناس بتفرح بالشوكولاتة. يعني ممكن الناس ما تفرحش إن أنت تديله فلوس في مناسبة، أو إن أنت تديله تاخد ورد، ممكن ما يفرحوش هو بالورد، لكن ما حدش بيزعل من الشوكولاتة أبدا. أي حد بيفرح بالشوكولاتة، صغير كبير كله بيفرح بالشوكولاتة، حتى لو ما بيحبهاش، حتى لو مش بيحب الشوكولاتة لكنه بيفرح بالشوكولاتة. نقول الشوكولاتة مفيدة للقلب وبتنشط العواطف، مفيدة للقلب من ناحية الغذائية وبتنشط العواطف. احنا قلنا بنقول اكتشف هؤلاء وجود ارتباط قوي بين تناول الشوكولاتة وزيادة العاطفة، حيث تبين أن النساء اللاتي يعشقن هذه الحلوى أكثر تمتعا بحياة رومانسية وعاطفية مقارنة بغيرهن، كما أنها تفيد صحة القلب وسلامته وتعزز قدرته على ضخ الدم. ده أنت عاوزها بالمكسرات يعني، ولا بالبندق بس؟ بنقول برضو ان اوضح الخبراء في الاجتماع السنوي للجمعية الاوروبية للطب الجنسي الذي عقد في لندن حديثا ان الشوكولاتة تحتوي على اكثر من 300 مادة طبيعية نشطة، منها الكافيين والسيبرومين المنشط، اللذان يزيدان نشاط الناقلات العصبية، إضافة إلى مادة فينالاسيمين المنبهة المرتبطة كيميائيا بمركبات الأمفيتامين المنشطة، لافتين إلى أنها تلعب دورا مهما في تحسين المزاج السيء وزيادة الشعور بالراحة. طبعا فيها احنا بنتكلم عن الفائدة بتاعتها، لكن احنا بنقول ان الشوكولاتة واللي عاوز يعني الشوكولاتة بتزيد الوزن. اكيد طبعا يا استاذ احمد، اكيد الشوكولاتة لازم تزود الوزن، وينفع ان الشوكولاتة ما تزودش الوزن؟ الشوكولاتة رئيسية في زيادة الوزن، بس احنا بنقول ان لا يمنع ان حتى اللي بيعمل ريجيم انه ياكل قطعة صغيرة حتى من الشوكولاتة يوميا، ما يحرمش نفسه منها يعني، لو حتى قطعة صغيرة منها. احنا عندنا 3 انواع من الشوكولاتة، عندنا في الشوكولاتة البيضاء والشوكولاتة البني والشوكولاتة الداكنة اللي هي السمراء، وديت افضل نوع في الشوكولاتة في انواع بالنسبة للناس اللي بتمارس دايت او بتمارس نوع من انواع الرجيم او البرامج الغذائيه المعينه، بتكون بدون سكر اللي هي الشوكولاته السوداء او الشوكولاته الداكنه. واكثر حاجه دهنيا واخطرها هي الشوكولاته البيضاء، لان الشوكولاته البيضاء طبعا لازم في التركيب بتاعها بتاخد زبده. فاحنا لو قلنا ترتيبا كده يبقى اصح حاجه هي الشوكولاته السمراء، بعدها البني، ابعد حاجة عندنا هي الشوكولاتة البيضة. الشوكولاتة السمراء بدون سكر ما فيش مشاكل فيها في موضوع زيادة الوزن.
فاحنا بالنسبه للي ما بيمارسش برنامج دايت، احنا بنقول ان يعني احنا بنقول الطعم، لكن هي شوكولاته يعني. انا لو كلت قطعه شوكولاته عودت نفسي دي شوكولاته ودي شوكولاته، يعني اكيد طعمها اخف، يعني البني طعمها اخف، بس هي عليها سكر وبتزود الوزن. لكن انا بتكلم بالنسبه للناس اللي هي بتمارس برنامج دايت معين او برنامج ريجيم معين، يبقى افضل حاجه ليها بتكون الشوكولاته الداكنه، الشوكولاته الداكنه قدر قليل، مش هيغير حاجه من الموضوع. يعني زي ما انا قلت دايما بقول ان احنا ديننا دين الوسطيه، وبنعتمد في كل حاجه على الوسطيه. بنقول الرسول صلى الله عليه وسلم اختصر كلامنا ده كله في حاجه بسيطه قوي، انه قال ثلث والثلث ثلث، ثلثا لطعامه وثلثا لشرابه وثلثا لنفسه. طبعا زي ما قلنا المحاضرة اللي فاتت، وزي ما بنقول وحنقول دايما، كلام النبي صلى الله عليه وسلم مستمر إلى يوم القيامة. احنا متبعين وليس مبتدعين، مش عاوزين نقول لحد ان انت ما تاخدش حاجة وان انت ما تاكلش حاجة. مفيش حاجة اسمها اكل ممنوع، غير طبعا في الحالات المرضية واللي ماشي بتوجيهات الطبيب، غير كده مفيش حاجة اسمها اكل ممنوع. لكن في حاجة اسمها ان انا احد من النوع ده في الاكل لانه هيضرني، وفي حاجه اسمها ان انا احد من النوع ده لانه هيزود وزني، وانا مش هقدر اعيش حياتي كويس، وانا محتاج لغذاء صحي عشان اعيش حياه صحيه سليمه، عشان امارس عباداتي مظبوط، عشان امارس حياتي مظبوط، عشان البس اللي انا عاوزه، عشان اتحرك زي ما انا عاوز. الانسان اكيد طبيب نفسه، الانسان طبيب نفسه، وهو عارف. يعني احنا بنضخم المشكله وبعدين بنضخم الحل، يعني احنا بنضخم المشكلة. يعني الواحد لما بيقول لإنسان امتنع عن ديت او خد كمية بسيطة منها، بياخد على ان الحل ده صعب جدا جدا، على الرغم ان هو في نفسه برضه بيبص المشكلة انها كبيرة جدا جدا. لكن اللي اتعلمناه يا اخوانا زي ما اتكلمنا قبل كده، وقلنا اللي اتعلمناه في مجال التنمية البشرية، ان مفيش حاجة اسمها مشكلة، في حاجة اسمها حدث، في حاجة اسمها حدث. المشكلة الكبيرة حدث كبير، والمشكلة الصغيرة حدث صغير، وفي الحالتين ده حدث طارئ وده حدث طارئ، ومفيش مشكلة ملهاش حل، مفيش مشكلة ملهاش حل، ومفيش مستحيل مع التدريب والتطوير. الإنسان زي ما اتكلمنا أمس عن السكر، وأنا إزاي أقدر أنزل من نسبة السكر اللي أنا بشربها في المشروبات، نفس الحكاية في كل شيء، أقدر أنزل من أي حاجة. العقل ده انا اللي مبرمجه، العقل بتاع البني ادم انا اللي مبرمجه، الانسان هو اللي بيبرمجه لنفسه، هو اللي بيعوده، هو اللي بيعوده على البروجرام اللي انت بتعوده عليه، هو اللي بيمشي عليه بالتدريج، بتبقى عاده. بعد كده العقل نفسه بتبقى تعليماته بناء على اللي انت دربته عليه، بناء على اللي انت دربته عليه. لكن العقل انا ما بدربوش على حاجه، وعايش في حاله فوضويه، باكل اللي انا عاوزه، وبنام الساعات اللي انا عاوزها، وبصحى الساعات اللي انا عاوزها، وما بتحركش وما بروحش وبعملها، ماليش رياضه وماليش اي شيء، وعاوز وزني ينزل، وعاوز وعاوز وعاوز، وما يجنيش كسترول، وما يجنيش كذا، وما يجنيش. يعني احنا جبنا مثال، يمكن كان في فيديو شغلناه من فتره كان ظريف، عن فنجان شاي. بنقول ان فنجان الشاي ده لو انا حطيت فيه 3 معالق السكر اللي انا بحبهم، وسبت قدامي فنجان الشاي ده، وسبت قدامي فنجان الشاي ده، هل هحس بطعمه؟ انا ما قلبتش السكر اللي جواه، لو قعدت ساعة قدامه وهو بيبرد، هل هاشعر بطعم السكر الجميل في الشاي؟ لو انا لفيت حوالين الفنجان ده 10 مرات، السكر ده هيدوب فيه؟ لو انا جبت اصدقائي كلنا وقعدنا نسقف ونهيص لفنجان الشاي ده، هل السكر هيدوب فيه؟ لازم نقلبه، لازم انا اللي امد ايدي واقلب السكر ده عشان يتفاعل. الحياة كده، الحياة لازم كلنا نتحرك ونتفاعل. كذلك نفس الحكاية في الغذاء، لازم انا اللي اتحرك لصحتي. انا بتكلم عن الغذاء، انا بقول غذاء صحي، ودايما بربط كلمة صحي في كل كلامي، بربط كلمة صحي قبل ما نقول غذاء، بنقول غذاء صحي. لازم انا اللي اتفاعل،
انا منتظر مين اللي يتفاعل وياخد الخطوه دي مكاني. زي ما قلنا قبل كده، كل واحد ربنا سبحانه وتعالى خلقه اداله كل الامكانيات والطاقات كامله، اداله كل الامكانيات والطاقات كامله، لكنها بتتفاوت عند واحد من التاني، عشان انت تكملني وانا اكملك واحنا نبقى متممين لبعض، كل واحد مكمل للتاني، مفيش احد كامل ومفيش احد معصوم. المعصوم صلى الله عليه وسلم خلاص، كل واحد بيغلط، ده في الامور الاخرويه. لكن برضه في الامور الدنيويه لما بنقول مفيش حد كامل، يعني معنى كده ان انت بتكملني وانا بكملك، احنا بنقول ان انا مش احسن منك ومش اوحش منك ومش اكتر منك ومش اقل منك ومش اذكى منك ومش اغبى منك، لكن انا هتحرك وانت مش هتحرك، اب انا هغلط اب انا هتعلم، انت مش هتغلط ومش هتتعلم، اب انا هتدرب وهتطور وهارقى وانت مش هتتدرب ومش هتتطور ومش هترقى، ونفس الطاقات اللي عندك هي الطاقات اللي عندي، نفس الطاقات اللي عندك هي الطاقات اللي عندي. ربنا سبحانه وتعالى وما كان الله بظلام للعبيد، وما كان الله بظلام للعبيد. احنا قلنا 100 مره ان اللي بيفشل النهارده الناس حتى اللي بتروح تعمل برنامج ويفشل، الفشل مش فشلك انت ولا فشل البرنامج، لكنه فشل خطه. كل دوري عشان انجح ان انا لازم اشوف الخطه اللي تناسب معايا، اشوف انا هعمل برنامج دايت، لازم اشوف برنامج الدايت اللي يناسب جسمي ويناسب امكانياتي ويناسب كمان امكانياتي الماديه، ويناسب كمان امكانياتي الماديه. وزي ما اتكلمنا من شويه، سبحان الله العظيم، ربنا سبحانه وتعالى حط في كل المواد والماده الفعاله اللي حطها في حاجه غاليه، بالله هي واكتر منها محطوط في حاجه رخيصه عشان تبقى متوفره للجميع. احنا لسه بنقول وما كان ربك بظلام للعبيد، ربنا سبحانه وتعالى ما ظلمش حد، فهي زي موجوده هنا زي موجوده هنا، بس انا بشوف اللي يناسبني. احنا بنشوف برنامج الدايت اللي بيناسب، اللي بتسال طب هل حضرتك عندك امراض معينه؟ هل حضرتك عندك حساسيات من انواع غذاء معينه؟ هل حضرتك حامل؟ هل حضرتك بترضعي؟ هل 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 بنسأل الأسئلة دي كلها عشان نعرف إيه اللي بيناسب. نفس الحكاية، أنا عارف علاجي وعارف إيه اللي يناسبني فأخده عشان أخس بس وعشان أنقص بس، عشان أعرف أعيش حياتي. الحياة بدون صحة ملهاش أي لازمة، ملهاش أي قيمة. الحياة بدون صحة ملهاش أي لازمة. فإحنا بنقول إن أنا لما بتكلم عن نظام غذائي أو بتكلم عن غذاء صحي، بتكلم عن غذاء صحي عشان الإنسان نفسه، عشان صحته نفسها، عشان خاطر يتمتع بحياته، عشان خاطر يعيش سعيد في حياته. أنا ما أعتقدش إن واحدة وزنها زايد بتخش محل الملابس وبتكون مبسوطة. بتخش محل الملابس وبتكون مبسوطة، لأنها من الصعب إنها تلاقي مقاسها، ومن الصعب إنها تلبس حاجة بتحبها. نشوف حاجة فضفاضة من هنا، وحاجة واسعة من هنا، وحاجة تكون كمامها طويلة، وحاجة كذا، وحاجة كذا، وحاجة كذا، وهتتعب نفسها، على الرغم إن السلاح في إيدينا. السلاح في إيدينا. أنا ما بقولش المنع، زي ما اتكلمت قلت، ما بقولش المنع، بس الاعتدال. الاعتدال ثم الاعتدال ثم الاعتدال. الوسطية. الوسطية في كل حاجة. إحنا قلنا إن ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الكون خلقه بنظام، خلقه بنظام. النظام ده طول ما احنا ماشيين مع النظام هنبقى ماشيين، هيبقى التفاعل بتاعنا الايجابي ده، بنتمتع بكل حاجه حوالينا. لكن انا ما حطيتش المفتاح في الباب، هفتحه ازاي يعني؟ اكسر الباب؟ جنبي كل حاجه، الريموت والتلفزيون وكل شيء جنبي، وما فيهوش حجاره، ما فيش تفاعل، ما فيهوش بطاريه، ما فيش تفاعل. ايه اللي هيحصل؟ ولا شيء، ولا شيء، ولا هتمتع بيه، ولا كانه موجود. موجود عندي اللمبات وكل حاجه واصله وكل شيء واصل، وانا ما مديتش ايدي عشان ادور المفتاح ده، ولا شيء، مش هستمتع باي نور عندي.
ولا شيء، هفضل في ظلام زي ما انا. لكن انا ضد سياسة التجويع دي بالمرة، انا ضد سياسة التجويع بالمرة، انا ضد الكلام الحارق والمشروبات الحارقة والحاجات اللي بتخلص ديت في 10 ايام وفي 7 ايام، انا ضد الحاجات الكيميائية الخطيرة ديت اللي الناس كمان بتاخدها، وبعد كده بتفاجأ بعد كده ان هي بترجع تاني، ان هو بيعمل البرنامج بيفشل فيه وبيرجع تاني، لان مفيش توازن. احنا بنتكلم الكورس بتاعنا ده كله عن الغذاء الصحي، بنتكلم عن الغذاء الصحي، وبنتكلم عن الغذاء المتوازن، وبنتكلم عن سلامة الغذاء. الحاجات السحرية دي ده دجل، ده دجل، الحاجات السحرية ده دجل، ده دجل. احنا بنتكلم كلام، يعني احنا بنعمل برامج ممكن تكون بطيئة شوية، ممكن تنزل كيلو او 2 كيلو في الاسبوع، ممكن تعدي اسبوع بالكامل وزنك يثبت. ده شيء جميل، ده معنى ان انا وزني ثبت. الصفر دي يا اخوانا بداية، الصفر دي بداية. الناس مش عارف ليه بتعتقد ان الصفر ده تحت، في حاجة تحت الصفر ده اقل. الصفر بداية، معنى ان انا وصلت للصفر وما نزلتش عن الصفر، دي بداية، يبقى انت ماشي صح، يبقى انت ماشي صح. بعد كده الصفر هيبقى نص، ويبقى واحد، ويبقى اتنين، وتلاتة، وتبدأ الاصفار جنبه تظهر. انما انا ما اقعدش تحت الصفر عشان خاطر ان انا اقول ده انا لو وصلت الصفر ابقى عملتش حاجة. لا، عملت، انا اتحركت ووصلت لحد الصفر، وصلت لحد الصفر مع الصبر ومع العزم. بس ناخد بالاسباب، ناخد بالاسباب. ربنا سبحانه وتعالى مش هيغير سنة الكون عشان خاطري انا، ولا عشان خاطرك، ولا عشان خاطر اي حد. ربنا سبحانه وتعالى حط سنن في الكون ومش هتتغير، وحط اسباب ومش هتتغير. فبنقول نية، استخارة، وعزم، اخذ بالاسباب وتوكل على الله، هي دي السكة. انما انا ما خدتش بالاسباب، لا اتحركت ولا رحت ولا دورت على برنامج كويس، ولا حاولت ان انا اتحرك ولا العب رياضة ولا اي حاجة خالص. عاوز اخس، الرياضة شيء اساسي، الرياضة شيء اساسي. النهاردة الناس بتتفنن في خلق الرياضة، النهاردة في رياضة بالرأس، في رياضة النهاردة برأس. الناس بتمارسها في بيتها، الناس بتمارسها في بيتها. المشي في حد ذاته ده رياضة ممتازة، بس هو مين بيمشي ومين بيخرج يمشي؟ النهاردة ما شاء الله من فترة صغيرة كده كنت شايف على الفيسبوك مشاية في البيت عاملينها مجرى غسيل، يعني هي عشان عندها مشكلة مش هتقدر تخرج في تمشي في الشمس، جابت مشاية في البيت بقت مجرى غسيل. عبقرية طبعا. تانية برضو حط فيها، شوف لقيتها برضو قريب كده متصورة ما شاء الله، حط معلالة كده ويرين كبار كده وكرسي أطفال مرجيحة هزازة. دي المشاية، دي المشاية بتاع الرياضة، دي المشاية بتاع الرياضة. طبعا عملت جمعية كبيرة عشان خاطر تجيب ديت وارهقت الراجل عشان هي مش قادرة تمشي في الشارع، عشان خاطر تعمل رياضة وتتنزل وزنها في البيت. بقت يا اما مرجحة يا منشر، يا اما مرجحة الاطفال يا منشر. فده الاستخدام العصري للمشاية. اللي عاوز يعمل حاجة هيعملها، اللي عاوز يعمل حاجة هيعملها، مفيش حاجة. بالذات الستات عندها ده، الستات عندها ده، لما بيعندوا في حاجة عاوزين يعملوها هيعملوها. اللي عاوزة تخس هتخس، اللي عاوزة تنزل وزنها هتنزله. انما اللي مش عاوزة بقى الارادة، الارادة، ما احنا بنقول الارادة تيجي ازاي؟ تيجي بالتدريب، تيجي بالتدريب. انا ما عنديش ارادة احاول، احاول مرة واثنين وثلاثة، وانا قلت وصولك للصفر وثبات الوزن دي بداية جيدة جدا.
وصولك للصفر وثبات الوزن دي بداية جيدة جدا، لكن مش معنى كده ان انا اقف عند حاجة معينة عند حد معين. ما الواحد ما يقفش عند حد معين من الطموح، خلي طموحك لأعلى حاجة. يعني احنا في الآخرة بنطلب ايه في الآخرة؟ كلنا مقصدنا ايه في الآخرة؟ كلنا مقصدنا ايه في الآخرة؟ الجنة. ربنا يرزقني ويرزقكم يا رب الجنة. لكن لما بنطلب، بنطلب ايه؟ الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم، بنطلب أعلى حاجة. كذلك نفس الحكاية في الدنيا، الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه يقول إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. النبي ازاي بيقول لنا الكلام ده صلى الله عليه وسلم؟ ده انا خلاص، ده القيامه بتقوم، يعني المفروض ان انا ارمي اللي في ايدي ديت واصلي ركعتين اسجد سجده لله. لكن لا، احنا موجودين على الارض ديت عشان عمارتها. يعني الواحد بيشتغل لاخر لحظه في عمره، يكون عنده امل ان يعرف يعمل، انه يعرف يعمل وانه هيعمل. واحنا عندنا من فترة بسيطة عن واحدة حضرت خدت البكالوريوس، عمرها اعتقد 85، خلصت الدكتوراه بتاعتها، اول كتاب صدر لها وهي عندها 90 سنة، بإصرار وعزيمة، بإصرار وعزيمة وإرادة قوية. مفيش سن معين لأي شيء، مفيش سن معين لأي شيء، إنما إحنا بنقول ده أهم شيء، يعني أساس الإنسان صحته. أكتر من 80% من صحته بتعتمد على الغذاء، لأن هو ده اللي بيحركه، هو ده اللي بيحركه. انا النهارده لما جبت لكم الشوكولاته ولا جبت لكم في الكاكاو الايس كريم، مش اقصد الاكلات دي بالذات، لكن انا اقصد ان انا بقول ان الحاجات دي دخلها ايه، الحاجات دي دخلها ايه معايا، المزاجيه، العاطفه، بنتكلم عن القلب، ده تأثير الأكل، يعني ده تأثير صحتي أنا من الحاجات دي. الإنسان اللي وزنه زايد هيبقى تعبان، الإنسان اللي بياكل بشراهة هيبقى تعبان، الإنسان اللي عنده دهون زيادة في جسمه بيبقى تعبان، الإنسان اللي عنده مرض معين أو حساسية من حاجة معينة وبياخدها هيتعب، وبياخدها هيتعب. لذلك احنا بننادي الجميع وبندعو الجميع، ارجوكم حافظوا على صحتكم، حافظوا على سعادتكم، لان احنا مفيش، ما اكيد اكيد طبيعي طبيعي. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ما ملأ ابن ادم وعاء شر من ايه؟ من بطنه، او كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني ما فيش حاجة اكتر من المعدة لو الانسان ملاها، لو قبل ما ينام مناها، معنى كده ان في تخمة ومش هينام كويس ومش هيتمتع بنومه، يعني معنى كده تمام. فهيصحى الصبح انسان غير فايق وغير نشيط، وهيروح شغله غير نشيط بالمرة، ومش هيدي في شغله، وهيكون انسان غير سعيد. حتى معاملته الصبح بعد ما يصحى من النوم مع اولاده ومع بيته، ما يكون انسان غير سعيد. ده تاثير الغذاء. هو ده تاثير الغذاء، تاثير الغذاء كده. ان انا لو ما فطرتش الصبح وشربتش العصير بتاعي
ورحت الشغل بتاعي هكون غير مركز، مش هكون مركز قوي في شغلي، وهتحرك بدون تركيز. آخر مرة أكلت الساعة 9 أو الساعة 8 بالليل، والصبح أنا الساعة 10 في الشغل، الساعة 11 في الشغل، ولسه ما أكلتش حاجة لحد دلوقتي. أكيد إن دي مشكلة، أكيد إن دي مشكلة. فراغ المعدة ده مشكلة، فراغ المعدة مشكلة. هركز إزاي واشتغل إزاي؟ إحنا بنتكلم على الوسطية، بنتكلم عن الوسطية. فلازم تكون في كل شيء، يكون موجود انسان. لو انا ظبطت مواعيدي في اكلي، تاكد 100% ان انت هتظبط مواعيدك في حاجات كتيره. هتظبط مواعيدك في صحيانك، هتظبط مواعيدك في الرياضه بتاعتك، هتظبط مواعيدك في القراءه بتاعتك، هتظبط مواعيدك حتى المشروبات اللي احنا بنشربها. يعني الواحد يقول لك كوبايه الشاي لازم الظهر اشرب كوبايه شاي، لازم زي ما بنقول لازم كده. برضو اهم حاجه التنظيم، تنظيم شيء مهم جدا جدا. انا ما بتكلمش عن انواع، انا ما بتكلمش عن انواع معينه المتوفر عندك، ما بنتكلمش عن انواع معينه من الاكل ايا كانت الانواع دي، بل بالعكس تلاحظوا ان انا طول ما انا بتكلم عن الطعام ان انا دائما البدائل افضل من الاصل. يعني احنا بنقول ان البديل للحمه زي ما اتكلمنا وقلنا ان الاحماض الامينيه اللي فيها والفيتامينات اللي فيها والمقويات اللي فيها اللي فيها، لما عوضناها بالبقوليات والخضار اتضح ان البقوليات والخضار افيد للجسم منها. يعني البديل افيد من الاصل كمان، البديل افيد من الاصل، ودي من نعمه ربنا سبحانه وتعالى علينا. لكن انا بقول تنظيم، ترتيب، خطه. احنا دايما بنقول ان الناجح له خطه وهدف بيسعى لتحقيقه، وان الفاشل له ايه؟ له مبررات واعذار. اصل انا ما بشحظ بدري، اصل انا بسهر، اصل انا بجوع لو سهرت قدام التلفزيون. دي تعرف ان دي بدايه الفشل، دي بدايه الفشل. لكن بدايه النجاح ان انا اعمل خطه، ان انا اعمل خطه، اجيب ورقه صغيره واكتب فيها كده. كل واحد مننا دلوقتي ممكن يمسك ورقه وقلم في ايده كده ويكتب لنفسه كده، ويكتب 5 احلام بيتمناها، 5 احلام بيتمناها. ومن سياسه ترتيب الاولويات والاهميات، خلي حلم واحد بس اختاره كده هو اهم حاجه ممكن تحققها فيهم، واختار الحلم ده واتحرك عليه. بقالك هدف، بقالك بالفعل هدف، خطوه بسيطه جدا. انا ما بتكلمش في حاجه صعبه، اعتقد ان انا قلت ده شيء سهل ان انا اعمله. بقالي هدف في صحتي وفي حياتي وفي سعادتي. انا بتكلم عن الغذاء النهارده، اتكلم كده عن 5 حاجات. انا عاوز اجيب النهارده كذا، وانا عاوز كذا، وعاوز كذا، وعاوز كذا. اختار واحد بس منهم واسعى لتحقيقه. اخترته وخلاص وثبت عليه، اعمل له خطه، اعمل له خطه عشان انفذ الهدف ده. من ضمن الاحلام، انا وزني 80 كيلو او طولي قد كده، لا لا ده انا لازم انزل 12 كيلو. يبقى لازم خطه لتحقيقه، لازم خطه لتحقيقه. زي ما انا بكتب فوق كده، انا عاوز اشتري سياره، السياره دي ثمنها قد كده، يبقى انا لازم اوفر قد كده وقد كده وقد كده. ولازم اروح ساعات اضافيه في المكان الفلاني وساعات اضافيه في المكان الفلاني. كل ده عن السيارة. أنا فين؟ أنا فين؟ أنا بتكلم عن جسمتي، عن جسمي وعن صحتي، اللي هم أهم شيء، اللي هم أهم شيء. مفيش إنسان ما عندوش صحة أبداً إنسان سعيد، مستحيل، مستحيل. مهما تكون حاجة تانية ناقصة من حياته، لكن الصحة ديت مفيش سعادة بدون صحة. مهما تكون، مهما تكون عنده امكانيات، مفيش سعاده بدون صحه، ومفيش صحه بدون غذاء صحي، مفيش صحه بدون غذاء صحي، ومفيش غذاء صحي بدون ترتيب وتنظيم، بدون ترتيب وتنظيم. اكيد
يعني احنا بنتعب يوم ونتضايق عشان خاطر صحتنا. احنا لو تعبنا بنتضايق وعملنا مشكلة كبيرة قوي عشان انا تعبت وان انا رحت للدكتور وعمل لي غسيل معدة وعمل لي كذا وعمل لي كذا عشان حضرت الفرح الفلاني ورمرمت في المكان الفلاني واخدت كل الكريمة اللي على وش التورتة ليا انا، بقت المشكلة كبيرة وفي وقت الحل حاسس انه صعب. المشكلة عشان تكون كبيرة لازم الحل بتاعها يكون على مستوى المشكلة ديت، لازم الحل بتاعها يكون على مستوى المشكلة ديت. خلاص بقى يا أستاذ هدى احنا طلعناك بره الموضوع ده، انت كلمتيني عن موضوع الأكل خلاص. الباقيين ما علقوش يعني، ولا اللي على راسه ايه بالظبط يعني؟ فالفكرة اللي احنا عاوزين نوصل له من كلامنا ده كله ان الانسان لازم يكون له هدف في صحته، يكون له هدف في صحته. لازم زي ما احنا اتكلمنا من شوية عن السيارة وعن الشقة وعن التغيير وعن التصيف وعن وعن وعن، وبنخطط تخطيط كويس جدا. رمضان بنخطط له من سنة فاتت تخطيط كويس جدا، بنخطط تخطيط كويس جدا، وصحتنا ما فيش ليها اي تخطيط خالص بره الخطه. اكيد اكيد ان ما فيش سعاده بدون صحه. المصيف بيتعمل حسابه من الشتاء، احنا هنصيف في الوقت الفلاني وهنروح نقعد اسبوع في المكان الفلاني وكذا في المكان الفلاني، فلازم نجهز خطه من دلوقتي هنعمل ايه. جينا شهر رمضان برضو بنستعد، المكسرات من المكان الفلاني بقد كده، يبقى لازم نعمل حسابنا وديت نعمل حسابنا ونعمل حسابنا ونعمل حسابنا. برضو رمضان ده لازم ان شاء الله يكون له محاضرة منفصلة عن طعامنا في رمضان، هتكون موجودة على القاعة الكريمة ديت ان شاء الله برضو بإذن الله، لان احنا بالفعل بنخليه شهر الاكل، لا طعام صحي ولا طعام متوازن، هو بس طعام، شهر الطعام، شهر الطعام مش شهر الطعام. يعني كأن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا كتب عليكم الصيام كتب على الذين من قبلكم لعلكم تأكلون. يعني هي الناس الآية شكلها قريتها كده، مش موضوع تقوى ولا أي حاجة. فاحنا ان شاء الله برضو في محاضرة الاولى هتكون منفصلة ان شاء الله، هنتكلم بإسهاب عن طعامنا في رمضان، والناس اللي بتعمل دايت في رمضان تعمل ايه، الناس اللي بتعمل دايت وبرامج رجيم في رمضان تعمل ايه. بعد كده واخر حاجه ان شاء الله هتكون معانا النهارده، بنتكلم عن الليمون. الليمون ده عياده متنقله، زي ما التوم بنقول ان دي عياده متنقله، الليمون برضو عياده متنقله. استغفر الله العظيم واتوب اليه. طبعا كلنا عارفين الليمون فيتامين سي، اكيد طبعا. بنقول ان افضل حاجة للمصابون بالرب والازمات الصدرية الحادة ليهم الليمون الحامض. يعني الكلام ده طبعا احنا مش محتاجين لدراسات، لكن طالما بنتكلم صديق الخلايا في البرد اكيد يعني، طالما بنتكلم فنحب نتكلم كل حاجة نرجعها لمصادرها. وطالما في ناس بتمر بأبحاث احنا مش محتاجين للكلام ده، احنا بكل بالفطرة كده ان انت بتلاقي عندك برد بتدور على الليمون، ان انت عندك حاجة في صدرك بتدور على الليمون، بكح بتدور على الليمون. لكن برضو احنا بنرجع للأبحاث عشان نستفيد منها ونرجع كل حاجة لمصدرها. من الأمانة العلمية ان الانسان لما بيتكلم عن حاجه يرجعها للمصدر بتاعه. فبنقول ان في
دراسة أمريكية أظهرت إن الزيوت الحمضية بتساعد في تخفيف أعراض الربو عند الإنسان وعند الحيوانات. وأوضح الباحثون في معهد العلوم التكنولوجيا خلال دراستهم الارتباط بين الأوزون والربو والأمراض الرئوية الأخرى أن النسبة العالية من المرض في المدن ترجع إلى اختفاء مواد تقنية وتنظيف الأوزون التي تنتجها النباتات المحترقة. معناه الكلام ده؟ الناس بتتكلم بيقول لك إن الأوزون في الغلاف الجوي الخارجي ضروري جدا للحياة على الأرض. فايدة الأوزون إيه؟ حد من العلماء اللي في القاعة يقول لنا، بنقول إن الأوزون ده فايدته لأنه ضروري جدا جدا. الأوزون صديق الخلايا، ده إحنا قلنا على الليمون، إحنا بنتكلم عن فايدة الأوزون للأرض إن هو بيمتص الأشعة فوق البنفسجية الضارة. تمام، ده كلام سليم ما شاء الله. أستاذة هدى مذكرة إنه بيمتص الأشعة الفوق البنفسجية الضارة عشان ما توصلناش للأرض، ولأن الأشعة فوق البنفسجية بتمثل مركب خطير على سطح الأرض بيلوث جواها. وأظهرت الدراسات إن التعرض لهذا الغاز لمستويات منخفضة يثير التهابات المجاري التنفسية والإصابات الرئوية عند البشر والحيوانات. وأشاروا أيضا إلى أن منظفات الأوزون المنبعثة من النباتات هي عبارة عن مواد طبيعية تمتص هذا الغاز وتبدده، لذا فقد تكون العلاج الوقائي المناسب لمكافحة الربو. المناسب جدا جدا لعلاج الربو، أكتر حاجة واضح فيها الكلام ده، هو الليمون الحمضي. الليمون الصغير بتاعنا، اللوم الكبير ده فيه فوائد، لكن الليمون الصغير المصري والبرازيلي هم دول أفضل أنواع الليمون، أفضل أنواع الليمون. أكيد طبعا، أكيد. بكده نبقى اتكلمنا عن الليمون، اتكلم عن الشاي كمان، وبنقول الشاي من الفوائد بتاعته ان هو بيحمي من الزهايمر. طبعا احنا عارفين ان الشاي ظهرت ناس كتير قوي قالت ان الشاي ضار، ورجعت تاني ناس قالت ان الشاي نافع. احنا زي ما قلنا مفيش حاجة ممنوعة، مفيش حاجة ممنوعة. ناس بتشرب الشاي من سنين كتيرة جدا. امبارح اتكلمنا عن الميكرويف وعن الاشاعات اللي خرجت عنه وعن انه ضار. الشاي لما بنتكلم عنه بنقول، استاذة هدى ردت بتقول الوسطية، وده كلام جميل، هو اللي احنا بنتكلم عنه فعلا، بنتكلم عن الوسطية. الشاي لما اخده في وقته ده شيء جميل، وانا اخدت الشاي بعد الاكل بساعتين او بساعتين ونص، كوباية الشاي شيء جميل، والجسم هيستفيد منها وحاجة جميلة، والعقل هيستفيد منها والجسم هيستفيد من الشاي، وهيبقى شيء مزاجي لذيذ. لكن انا اخده بعد الاكل مباشرة، هو ده اللي احنا بنتكلم عليه الاكسدة، ويبدأ يتعامل مع الحديد. لا، ما بيساعدش في الهضم، هو بيوقف عملية الهضم، هو بيوقف عملية الهضم. عشان كده احنا بنقول ما ناخدوش بعد الاكل مباشرة، لانه بيبدأ يتأكسد مع الحديد، فالجسم ما بيمتصش الحديد. الجسم ما بيمتصش الحديد، يعني الحديد ده كده خلاص عدى. يعني انا اكلت دلوقتي والاكل بتاعي فيه حديد وفيتامينات، الحديد ما تعملش، ما تفاعلش، ما امتصوش الجسم، يعني مش هوصل الدم، يعني معنى كده شكرا خلاص، هياخد طريقه من الشارع التاني، وبدل ما يخش على معاه الدقيقة يخش على معاه الغليظة الى الشارع، مش هنستفيد منه، ما خلاص على كده.
بقى مستهرج، خد طريق الخروج بتاعه، خد كده ايه طريقه وان واي للخروج، مش هنستفيد منه في حاجه. لكن نشوف احنا الابحاث اللي اتكلمت في موضوع ان الشاي ده، بتقول ان انت لتحسن ذاكرتك وتحمي دماغك من الاصابه بمرض الزهايمر، ينصحك الباحثون في جامعه نيوكاسل البريطانيه بتناول كوب شاي يوميا. كوب شاي، احنا بنتكلم في كوب واحد شاي لحد دلوقتي كحد ادنى يعني. هو بنتكلم عن الشاي الاسود والشاي الاخضر الاثنين مع بعض، احنا ما نفصلش دلوقتي، لما نفصل هنيجي نفصل الشاي، هنفصلهم ان شاء الله في محاضره لوحدها كده، نقعد نتكلم عن ايه؟ عن منافع ده واضراره، ومنافع ده واضراره، وده امتى يستخدم وده امتى يستخدم، وده يستخدم قد ايه وما يستخدمش قد ايه. في موضوع تاني منفصل. لكن احنا بنقول ان وجد هؤلاء ان شرب الشاي سواء الاخضر او الاسود او العادي على نحو منتظم يمنع نشاط الانزيمات والمواد الدماغيه المسؤوله عن ظهور الافات العصبيه المصاحبه لمرض الزهايمر. ده طلع الشاي له فايده. طلع الشاي، انا بتكلم في احدث الابحاث. اخوانا انا لما بتكلم الابحاث ديت من لندن، انا بتكلم في احدث الابحاث. يعني ما بحبش اجيب حاجات قديمه، لان احنا كل ما بنرجع لورا النهارده كل يوم في ابحاث جديده، وكل يوم في حاجات جديده. بكره لو ظهرت حاجه جديده ان شاء الله هتلاقوني بتكلم معاكم هنا ان شاء الله في القاعه برضو، وبقول لكم ان ديت اللي كانت قبل كده قالوا عنها انها ضاره، والنهارده غيروا رايهم لان ظهر فيها حاجات تانيه. كل يوم سبحان الله العظيم ربنا بيكشف لعباده من سبل العلم ان هم يكتشفوا حاجات افضل من اللي فاتت، وحاجات بتوضح، وكل مدى ما الصوره بتكون اوضح. فالباحثون دول بعد تقييم تاثير الشاي الاخضر والاسود مع القهوه على الوظائف الدماغيه والذاكره، ان الشاي الاخضر كان الاكثر فعاليه في اعاقه نشاط الانزيمات المصاحبه لظهور الزهايمر، وخصوصا انزيم بيتا سكرتيز المسؤول عن انتاج الترسبات البروتينيه المرضيه في الدماغ، بينما لم يكن للقهوه مثل هذا التاثير. يعني احنا كده اتكلمنا عن الشاي النوعين بتوعه والقهوه بس، كده اتضح لنا دلوقتي لما بنتكلم عن الزهايمر يبقى الشاي، ولما نيجي نختار من النوعين يبقى الاخضر افضل من الاسود. يعني انا لو قدامي ثلاث مشروبات شاي اخضر وشاي اسود وقهوه، عشان الزهايمر يبقى ناخد الشاي ايه؟ الاخضر. ناخد الشاي الاخضر. القهوه طلع ان هي بره الموضوع ده. واشار برضو العلماء في مجال بحوث العلاج النباتي ان الشاي يعتبر مكملا طبيعيا للعطير الدوائيه الخاصة بمعالجة مرض الزهايمر وإبطاء تقدمه إلى مراحل أسوأ، لافتين إلى أن بالإمكان الاستفادة من هذه الاكتشافات بتطوير نوع من الشاي الطبي والعلاجي مخصص لمرضى الزهايمر فقط، خصوصا مع عدم توافر علاج شافي للمرض حتى الآن. بكده تكون ان شاء الله انتهت محاضرتنا، وان شاء الله بنكمل في الاسبوع القادم يوم الاحد والاثنين في نفس الموعد بمشيئة الله وتوفيقه ان شاء الله. بنكمل الكورس بتاعنا وهو مستمر حتى ينتهي هذا الكورس معكم. وحد عنده أي سؤال قبل ما نتحرك في القاعة؟ بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك ونتوب إليك. العصر إن الإنسان يفوز بإذن الله، وتواصل الحق وتواصل
بالظبط. أنا بشكركم جميعا، بشكركم لحضوركم، وبشكركم لتفاعلكم الجميل ده وتميزكم. تواصل حضرتك معايا على الصفحة، يا ريت تنزلوا الرابط بتاع الصفحة شيف خالد، تواصل حضرتك على الصفحة وإن شاء الله بعد التواصل بتاعك. أستاذة هدى نزل لهم الرابط بتاع صفحة شيف خالد، اللي حابب يتواصل أو عنده أسئلة. أشكركم جميعا على تواصلكم وتميزكم الرائع النهارده، ما شاء الله على التفاعل، كل الناس كانت متفاعله معانا. بشكركم على وقتكم، ويا رب اكون كنت ضيف خفيف عليكم اليوم، ويا رب اكون قدرت اوصل لكم حاجه، واكون قدرت افيدكم بمعلومه تستفيدوا بيها وتفيدوا بيها غيركم. وإن شاء الله دائما متواصلين، ويمكنكم إن شاء الله التواصل معي عن طريق الصفحة وعن طريق جروبات شيف خالد. وأنا سعدت اليوم بكم جدا جدا، وتحياتي إليكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.